الحضور الكريم، أود في البداية أن أتقدم لكم بجزيل الشكر لقبولكم دعوتنا بحضور حفل تدشين فرع الزيتون تكاثر بسوسة. إنها لمناسبة سعيدة نعلن فيها عن امتداد نشاط مؤسستنا لربوع جوهرة الساحل التي نثق في كونها ستمثل إلى جانب بقية مدن الولاية محطة نمو هامة في مسيرتنا في أول شركة تأمين تكافل في تونس. شركة الزيتون تكافل هي أول مؤسسة تأمين تكافلي في تونس، تأسست في جوان 2011 وانطلق نشاطها فعليا في شهر جوان 2012 من خلال افتتاح نيابتها المركزية الكائنة بالمقر الاجتماعي بضفاف البحيرة بتونس العاصمة. تضم مؤسسة الزيتون تكافل مجموعة من خيرة الإطارات الشابة المتخصصة في مجال التأمين بصفة عامة والتأمين التكافلي بصفة خاصة، وهي تطمح لاحتلال مكانة رائدة في سوق التأمين التونسية. تسعى شركتنا للاستجابة إلى الطلبات المتزايدة للحرفاء الذين يحبذون اعتماد آليات المالية الإسلامية والتي لا تتعارض في جوهرها مع المالية التقليدية بقدر ما هي مكملة لها.